تقعد لي 50 سنة ما تقول ولي أمر تجب طاعته، ثم يجيك موقف من المواقف لما قدمت على الجنسية، قدمت على التجنس، كان تقول ولي أمر. طيب وين 50 سنة صار لك ما تكلمت؟ ما صار لك 10 سنوات ما خلص. 10 كم صار للشيخ عبد الرحمن خالد خالد الجنسية؟ كم؟ ما يخل 10 صح ولا؟ أيام الربيع العربي كان ولا؟ طيب من 67 بالكويت ما قلت ولي أمر، الحين قلت ولي أمر؟ طيب سألناك، إحنا سألناك هل له بيعة؟ اطلع يا أخي بالتصوير وقول نعم له بيعة، يجب أن يسمع له ويطاع. إحنا قاعد نشوف اللي يقول يجب أن يسمع له ويطاع وينسد ويتهم، وأنت ما يتهمونك إنك ما تقول. لو كنت تقول ما يطلعون طلاب يقول ما له بيعة في عنقي، ولا الشيخ صباح يقول ولا الشيخ صباح، طلابك هؤلاء. ثم يقول إحنا ما نشارك في الثورات، ويطلعون طلاب يقول راح نجهز لنا 12,000 نرسلهم سوريا. طلابك انكر عليهم، قل لا لا يجوز. أي صفة أنت تطلع 12,000 وترسلهم؟ أي صفة؟ أنت ولي أمر؟ الأصل ولي أمر ما هو راضي. الأصل هو مو ولي أمر عندهم يا أخوان، والله مو ولي أمر عندهم. لو كان ولي أمر عندهم قالهم ممنوع ممنوع، شلون تتجمع لك 12,000؟ أصلا هذا يجر على البلد بلاء. تجي هناك من ناس تنتقم، أنتم ترسلون ناس تقاتل هناك، يرسلوك ناس يفجرون هنا. حاكم يدري متى يفعل. خرجوا طلاب الشيخ عبد الخالق وهجموا على السفارة السورية هنا في الكويت. ما سمعت تكلم. اخرج الآن يا شيخ عبد الرحمن خالد، قول الإضراب لا يجوز، واللي يقول خلاف الكلام حرام عليه ولو كان من طلابي، عشان نفهم انك انت تبت الى الله، ممكن تتوب الى الله. يا دكتور عجيل اعلن توبتك، قول انا تبت الى الله، تركت منهج الإخوان المسلمين، ترى الإضراب حرام في الكويت ومصر. خلي يقول اما تكتيك بالكويت ممنوع ومصر جائز، مو صحيح، غير مقنع هذا الكلام.